مواصلة للعمل في مجال إنشاء الطرق الحضرية وربط ولاياتنا الداخلية بمقاطعاتها وفك العزلة عن ساكنة المناطق الريفية وتسهيل تنقل الأشخاص، وتنفيذا لتعهداته في مجال التنقل الحضري وفك العزلة عن المواطنين عبر إنشاء عديد شبكات الطرق، وضع رئيس الجمهورية حجر الأساس لإنشاء طريق شميم بكت الحواش، وسيتم تنفيذه على مرحلتين. لأن المشروع مهم يفك العزلة عن مقاطعة مبيكة الأحواش، ولأنه عنده دور أساسي في تنمية الولاية، به لا يعمل دور أساسي في التقري، ولا يعمل دور أساسي في نقل البضائع بين المقاطعة وعاصمة الولاية. المقطع الأول من شميم بيكة الأحواش، وبلغ طول المقطع 61 كيلومتر، ويبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع 395 مليون و555 ألف و656 أوقية بتمويل مشترك بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الموريتانية. وسيتم تنفيذ هذا المقطع على فترة لا تتجاوز 20 شهرا ابتداء من تاريخ انطلاق المشروع وتحت إشراف وزارة التجهيز والنقل. أما المقطع الثاني من الطريق فسيتم تشييده من حاس تشكانة إلى مقاطعة بيكة الحواش، ويبلغ طول هذا المقطع 59 كيلومترا، فيما يبلغ الغلاف المالي له 541 ألفا ومئتين وثلاثة آلاف و190 أوقية بتمويل مشترك بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الموريتانية. ويتم تنفيذ هذا المقطع في آجال لا تتجاوز 20 شهرا، ويتم تنفيذه تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل. وسيفك هذا الطريق العزلة عن عدة تجمعات سكنية وقرى ريفية طالما انتظرت تشييد هذا الطريق وعانت من صعوبة التنقل بينها وبين بلدية شميم وصولا إلى عاصمة الولايات.